اللي اكل الفندق فوق سطح الفندق. مين بده يغني معي غنية شاطر شاطر؟ شاطر شاطر يلي بيسمع كلمة أهله وشو منقله؟ شاطر شاطر يلي بيقعد عاقل وحده شو منقله؟ شاطر شاطر يلي بيسمع كلمة يلي بيساعد رفقاته شو منقله؟ شاطر شاطر يلي ما بيكذب بحياته شو منقله؟ شاطر شاطر يلي ما بيكسر ألعابه شو منقله؟ شاطر شاطر وبياكل ما بيجوي تيابه شو منقله؟ شاطر شاطر يلي بينجح بمدرسته وما بيعذب بمعلمته منحبه ومنضل نقله شاطر شاطر يا طير الطاير يا رايح عالديرين تحميك عيوني وتصونك عين الله والله يا مسافر شعلاني هالغيرين فلسطين بلادي حلوة يا ما شاء الله ميل عصافة تحول عقبرين لا عفك وحيفة سلم عبارها ولا تنسى الناصري هالقلعة العربية بشر بسالب رجعة أهلها
التاريخ وحنامه كتر ما صبر شعبي على العذاب ومرع غزة بوسني راملها أهلنا شامة ورجالة جبارة والقدس العاصمة والأقصى عالمها إن شاء الله يا ربي تجمعنا بديارة يا طير الطاير يا رايح عالديري تحميك عيوني وتصونك عين الله والله يا مسافر شعلاني هالغيري فلسطين بلادي حلوة يا ما شاء ثلاثين أربعين خمسين ستين سبعين ثمانين تسعين من مية خلاويز لسه خلاويز لسه خلاويز لسه خلاويز لسه زعلان ما انت كده طبعا غلطان انت ليه بقى كده زعلان ما انت كده طبعا غلطان حرام يا سوسو الكذب حرام حرام يا سوسو تخش النار يا بنات يا بنات اللي ما خلفش بنات
I L O V E Y O U M A M A I L O V E Y O U M A M A I love you mama mama ابنيتي الحبوبة أنا حلوة وطيوبة أنا ابنيتي الحبوبة أنا حلوة وطيوبة أنا لما أبيها تنام تمسك إيدي أنا وتطلب هدية ماما يوم نام الله يهديك يوم نامي يلا ما بي يوم نام الله يهديك يوم نامي يلا ما بي لو تبي مني أنام يلا نامي جنبي ما بي لو تبي مني أنام يلا نامي جنبي ما بي ما بي ما بي ما بي مو لازم أنام يلا نام أنا خاف أخف أخاف لحالي أخاف أنام وش تخافي ماما حبيبتي I L O V E Y O U M A M A I L O V E Y O U M A M A I love you mama mama ابنيتي الحبوبة أنا حلوة وطيوبة أنا ابنيتي الحبوبة أنا حلوة وطيوبة أنا لما أبيها تنام تمسك إيدي أنا وتطلب هدية ماما يوم نام الله يهديك يوم نام وغني عتابة وميجانة وسامر فيها علي الكوفية علي ولولح فيها وغني عتابة وميجانة وسامر فيها هز الكتف بحنية جفر عتابة ودحية هز الكتف بحنية جفر عتابة ودحية وخلي البارود يهلل ويحليها خلي البارود يهلل ويحليها علي الكوفية علي ولولح فيها وغني عتابة وميجانة وسامر فيها
عند الحق نخلي العالي واطيها. Thank you.
شريفة نعيش فيها ولاد وبنات، ولنا حقوق في بيئة نظيفة فيها الخضرة ومنتزهات، ولنا الحق بعيشة شريفة نعيش فيها ولاد وبنات، ولنا حقوق في بيئة نظيفة فيها الخضرة ومنتزهات. واحنا بحاجة للمسة لطيفة ما تسيبونا منسي، الأطفال رعايتهم عالأطفال وصل إلى واجبنا نلبي مطالبهم تيعيشوا معنا الحياة. من حق الأطفال رعايتهم عالأطفال وصل إلى واجبنا نلبي مطالبهم تيعيشوا معنا الحياة في فلسطين وفي موطنهم ويكونوا هم البنين. احنا طلائع فلسطين عايشين لكن مش عايشين، بنطالب بحقوق تساعدنا مثل الاطفال التانيين. احنا طلائع فلسطين عايشين لكن مش عايشين، بنطالب بحقوق تساعدنا.
احنا في حفلة فرح ومرح للأطفال وتكريم معلمات روضة زهور ارتاح وتكريم الأمهات مناسبة يوم المرأة ويوم الأم، وكفاءات إن شاء الله دائما متواجدة وحتشارك في كل الفعاليات الموجودة والأنشطة في المجتمع المحلي. شكرا لتلفزيون السلام لحضور ودعمه معنا. اليوم في عنا يوم فرح ومرح للأطفال ويوم مفتوح بنعتبره كمان للأمهات. اليوم استضفنا مركز كفاءات تدريب نغير وبنكون مشكورين لكم كتير على اللفتة هاي الحلوة منهم، وبنشكر تلفزيون السلام على هاي اللفتة الحلوة اللي اتحفونا فيها اليوم وشاركوا الأطفال وفرحونا وفرحوا الأطفال معاهم، وإن شاء الله بتتكرر مثل هذه اللقاءات وبتكرر مثل هذه النشاطات، يعني بنعتبرها أنه كتير تفريغ نفسي للأطفال، بنبسطوا وبتفاعلوا معها سواء الأطفال ولا الأهالي. كمان في عنا اليوم تكريم للأهالي بمناسبة يوم المرأة العالمي ويوم الأم، وبهي المناسبة أنا بحب أشكر مركز كفاءات وأقدم له هاي الهدية المتواضعة، ممنونين لهم على تعاونهم بهذا اليوم. اليوم إحنا متواجدين بروضة زهور ارتاح عشان في يوم احتفال في عيد الأم، بنشكر الروضة كتير على الفعاليات اللي بعملوها، بنشكر ست تمام هبة، ست هبة وست رؤى مدرسة ابني، ونتمنى يقدموا كمان نشاطات كمان وكمان، نتمنى لهم التقدم. شكرا لتلفزيون السلام.